ننتقل بكم مشاهدينا الكرام مباشرة إلى نيويورك، حيث يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن الوضع المتصاعد سريعا في الضفة الغربية وتأثيره على حل الدولتين. وذلك أيضا استهدف مراكز الصراف والذي استهدفتها إسرائيل في هذه العمليات. قامت القوات الإسرائيلية أيضا بشن عملية في مخيم نور الشمس في طول كرم، حيث استخدم الفلسطينيون أجهزة متفجرة لذوية الصنع، وكان هناك هجمات بطائرة مسيرة قتل 6 فلسطينيين بما في ذلك أطفال. كان هناك أيضا إلقاء أجهزة تفجير يدوية الصنع على قوات الجيش الإسرائيلي، وتصاعد أيضا عنف المستوطنين، ولكن كان هناك انخفاض في هجماتهم منذ نوفمبر وديسمبر بعد ارتفاعها في بعد هجمات أكتوبر. مكتب الفلسطيني لحقوق الإنسان نشر في 8 ديسمبر تقريره بشأن تدهور الأوضاع الحقوقية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. لوقف دوامة العنف هذه يجب وقف كل الأعمال العدائية في الضفة الغربية، وأن يكون هناك خطة تدفع الأطراف لحل متفاوض عليه. علينا أن نستعيد الأفق السياسي ونمضي نحو الإمكانية الوحيدة القابلة للحياة من أجل مستقبل سلمي، حل الدولتين، حيث غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، استنادا إلى حدود 1967 والقدس عاصمة للدولتين بموجب قرارات التي اعتمدها هذا المجلس والقانون الدولي. شكرا سيد الرئيس. أشكر السيد خياري على هذه الإحاطة. أعطي الكلمة للسيد مروان المعشر. السيد الرئيس، أركز الجلة الأكبر من مداخلتي اليوم على اليوم التالي للحرب وأفاق تسوية سلمية، لكن بداية اسمحوا لي أن أشير إلى أن الأولوية القصوى الأولى يجب أن تتمثل في وقف الحرب في غزة بشكل فوري وبشكل دائم. لقد عانى الفلسطينيون كفاية، ولا يوجد قانون دولي أو قانون إنساني يسمح بالقصف الذي شهده المدنيون الفلسطينيون بغض النظر عن الأسباب. السؤال الذي يتكرر من قبل المجتمع الدولي هو من سيحكم غزة بعد حماس؟ هذا هو السؤال الخطأ. إذا كانت ما يتضمنه وما يحيه أن هذه هي نهاية اللعبة، هذا سيؤدي إلى نتائج كارثية. إن تكرار قتل المدنيين على جانبين الإسرائيلي والفلسطيني وتدمير غزة مرة أخرى وإنشاء حالة فيها 1.5 مليون فلسطيني لاجئ مجددا والخطر في التهجير القسري للسكان، يجب أن يقول لنا أننا لا يجب أن نلتزم بالنماذج التي لم تجدي نفعا في السابق. كل ما قدم حتى الآن لم يكن واقعيا لأنها تركز على اليوم التالي للحرب أو لغزة بدلا من تقديم حلول في رزمة متكاملة تتخطى غزة وتتعامل مع الأسباب الدفينة للمشكلة ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو السياق الذي حدثت فيه أحداث 7 أكتوبر. بغض النظر عن بشاعة استهداف المدنيين على الجانبين، إلا أن السجن الكبير الذي كانته غزة مترافق مع انعدام أي أفاق سياسية خلال 10 سنوات الماضية لإنهاء الاحتلال إنما عوامل لا يمكن تجاهلها. علينا أن نقر مسبقا بأن العناصر المطلوبة لعملية سياسية جادة غير متوفرة، وأنا أعتذر. الأطراف الثلاثة التي كانت يجب أن تكون جزء من هذه العملية لم تكن جاهزة. الولايات المتحدة الأمريكية تقارب عام انتخابات، حيث الفرص لإطلاق عملية سياسية من شأنها أن تضع ضغوطا على كل الأطراف وتحديدا إسرائيل غير متاحة.
الحكومة الإسرائيلية تكررت علنا ومجددا أنه لا All polls suggest that the opposition will handily win any new elections if they were held tomorrow. But the divide in Israel today is not between the pro-peace and anti-peace camps, as was the case.